السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة آلاء صبر التعليمية. اليوم جبنا لكم هذا الديكور اللي هو خيمة للتزيين. هذا المهراس، مطحنة، درنا لها كل الأمور الخاصة بالخيمة. الشكوى، هذا السيف، درنا لنا نخلة، وعندنا الجمل، والمكحلة معلقة راكم تشوفوا بيها، هذه هي من خارج الخيمة تاعنا. من الخارج الخيمة هذه للديكور، درنا لها الإضاءة، تركبها في الكهرباء، في الليل تقدر تطفي الضوء وتركب الإضاءة تاع الخيمة هذه فقط. وأمامكم ثاني الشمعة، سم المهراس، هذه هي الخيمة كاملة. اللي ما اشتركش معنا في قناة آلاء صبرو يشترك، دعمونا باش نجيبوكم جديد. كل متطلبات الخيمة خدمناها، هاي أمامكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.